حد من المشتركين دخل. نعم لما يكون محدش
مساء الخير يا فندمتين، رب حضراتكم تكونوا بخير. هستأذنكم بس الصوت كده لو تمام ممكن نكتب بس زيرو. هنبدأ الزوم الثاني، بنعتذر بس على الضغط العدد. فإن شاء الله هحاول نحل المشكلة دي بكرة. النهاردة بس هنكتفي بالزوم، وبكرة إن شاء الله هنحاول نحل موضوع العدد إن شاء الله. تمام، طيب هنبدأ بس نكمل التكملة بتاعة المحاضرة الأولى. باشمهندسة إيمان أو باشمهندسة أسماء، ممكن حضراتكم تفتحوا الشير. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ بس اليوم دلوقتي. باشمهندسة أسماء، باشمهندسة إيمان، باشمهندسة إنجي، ممكن نبدأ الشير بس بعد كده. طيب دلوقتي هنتكلم عن أهم العناصر المميزة لكل تروس فين. أنا دلوقتي هتكلم عن التروس الكلاسيكي الأوروبي، كل حاجة فيها بتتميز بإيه. عندنا أهم العناصر اللي بتميزه، أول حاجة الأعمدة، بعد كده عندنا الكورنيشات الزخرفية والقواطع الثلاثية والقباب. الأعمدة عندنا فيها 3 أنواع، الأعمدة الدورية والأيونية والكورنتية. دلوقتي نوضحها في الصور. طيب أول حاجة عندنا دول الـ3 أعمدة. طيب كل عمود بيشترك في حاجة واحدة بس. دلوقتي عندنا الجزء اللي فوق في كل عمود دول اسمه الوسادة. الوسادة دي مشتركة في الـ3 عواميد. بعد كده عندنا في العمود الكورنثي عندنا أول جزء فيه هنا، بعد الوسادة عندنا الجزء بتاع زهرة الكورنث، لكن هنا في الأيوني عندنا الجزء بتاع اللفائف الحلزونية دي، لكن في العمود الدوري دي حاجة اسمها الطبلية. تمام، يعني هو كده مشترك في الـ3 في حتة الوسادة. أنا بقول لكم ده ليه؟ عشان أوريكم كل حاجة متقسمة إزاي. حتى في العمود الجزء ده بس ده نسبة ذهبية، بالنسبة التاج، بالنسبة للجسم، بالنسبة للقاعدة، ده نسبة ذهبية. كل ده هنتعلمه مع بعض في الورشة دي، هنعرف إزاي نقسم كل حاجة بالنسبة الذهبية وكل حاجة تبقى متنسبة صح. السقف بالنسبة للحيطة، البانوهات بالنسبة لقطع الأساس، كل حاجة متقسمة إزاي. تمام، طيب دلوقتي العمود الكورنثي ده يعتبر أكتر العواميد تعقيدا بالنسبة للعمود الأيوني والعمود الدوري. العمود الكورنثي ده نسبة لمدينة كورنث، والطراز ده كان أكثر تعقيدا
علشان الجزء بتاع التاج بتاعه ده فيه كمية تفاصيل مش طبيعية. بعد كده عندنا الجزء الأيوني، العمود الأيوني ده بالنسبة للكرنسي أبسط شوية، هو كل التعقيد فيه حتة اللفائف دي، والجزء ده هم واخدينه من الأصل الأشوري من مصر القديم. عندنا بعد كده العمود الدوري ده، ليه سموه بالدوري؟ لأنه فيه قنوات كده هي دي اللي بتميز العمود ده، تمام؟ يبقى التلاتة كلهم فيهم الوسادة، وبعد كده الجزء بتاع التاج، وتالت حاجة عندهم الجزء ده اسمه الطوق البارز. هو بيبقى بارز في العمود الكرنسي وفي العمود الدوري، لكن في العمود الأيوني ما بيبقاش بارز، لأن الجزء اللفائفي ده هو أكتر جزء بارز فيه. والجزء اللفائفي ده هنشوف بعد كده هو إزاي محقق النسبة الذهبية. طيب بعد كده عندنا الكورنيشات الكورنيشات الزخرفية، دي كانوا بيستخدموها في الحوائط وفي الأسقف علشان خاطر يزينوا بيها ويدوا بيها طابع جمالي في التصميم. هنا بنوضح كل المقاسات اللي فيها، برضو باشمهندس محمد هيوضح لكم ازاي الحاجات دي بتترسم بالتفصيل. بعد كده عندنا الجزء اللي بعده، عندنا القواطع الثلاثية. القواطع الثلاثية ده جزء بنضيفه على العواميد وعلى الحوائط علشان يدي لمسة جمالية للتصميم. زي ما احنا شايفين هنا، الحاجات دي بتدي شكل جميل جدا للتصميم الداخلي من جوه، وبرضو الحاجات دي كلها لازم تبقى بنسب مدروسة. تالت حاجة، رابع حاجة عندنا الجزء بتاع القباب. القباب دي كانت بتميز الطراز الكلاسيكي الأوروبي، بتميزه جدا في حتة السقف العالي. زي ما باشمهندسة إيمان قالت، دي حاجة مشتركة بين الطراز الكلاسيكي الأوروبي والطراز الكلاسيكي الفرنسي، الاتنين بيتميزوا بالأسقف العالية جدا، وهنا إضافة عليها الجزء بتاع القباب. بعد كده احنا خلاص ذكرنا ايه الحاجات المهمة في الطراز الكلاسيكي الفرنسي، بعد كده هنتكلم في النيو كلاسيك. الأول الصوت كده تمام؟ تمام يا فندم، تفضل. تمام. احنا قلنا في الأول إن النيو كلاسيك أو الكلاسيكية الجديدة كانت رد فعل معاكس للطراز الباروك والروكوكو اللي كان زحمة جدا 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 لمجرد إظهار الطرف الثراء، تمام؟ دي نماذج من التصميمات قبل النيو كلاسيك. طيب احنا عندنا طراز نيو كلاسيك بيتميز بايه؟ في سمات معينه. كل طراز ظهر جديد فيه اضافات جديده مع حاجات خدها من الطراز اللي قبلها. يعني مثلا احنا عندنا الاعمده والاقواس، ده اتخذت من الكلاسيكيه القديمه واتخذت من طراز الباروك، تمام؟ عندنا الاتزان والتناظر في التصميم، عندنا الاهتمام جدا جدا بالمساحات السالبه، عندنا حاجة قام عليها طراز النيو كلاسيك وهو استخدام خامات تتسم بجودة عالية، الاعتماد بشكل كبير على الألوان الفاتحة المحايدة. أنا قلت هنا الاعتماد بشكل كبير، مش إن هي دي الألوان الوحيدة اللي بنستخدمها في النيو كلاسيك، علشان إحنا ممكن نستخدم ألوان متباينة بشكل كبير، والاعتماد على الشبابيك الكبيرة والإضاءة الطبيعية في التصميم ومصادر الإضاءة المختلفة، تمام؟ احنا هنا عندنا نماذج من طراز النيو كلاسيك. عندنا الأعمدة، لازلنا بنستخدم الأعمدة لكن بشكل أبسط كتير جدا عن الكلاسيك الأوروبي والكلاسيك الفرنسي والعصور والطرز القديمة عموما. استخدمنا الأعمدة بشكل أبسط، استخدمنا الأقواس سواء في المباني المعمارية نفسها، سواء في فتحات الأبواب والأشكال الأبواب والشبابيك. اعتمدنا على الأرضيات الرخامية والأرضيات الخشبية على اعتبار إن هي من أكتر الأرضيات الفخمة اللي كانت موجودة، أو من أكتر الخامات الفخمة اللي موجودة ساعتها. الألوان الفاتحة المحايدة، هنا كمان الألوان الفاتحة المحايدة، اعتمدنا جدا على العناصر المذهبة، واعتمدنا على البانوهات والحلايا بشكل أبسط كتير من الطرز اللي فاتت. تاني النجفة المذهبة والعناصر المذهبة عموما، الشبابيك الكبيرة علشان تدينا إضاءة، الستائر كانت من المخمل او الكتان او الشيفون، لكن كلها كانت يعني كنا بنروح للحاجات اللي هي الكواليتي بتاعتها عاليه، من سجاد واقمشه ومنسوجات واثاث وكل حاجه. طيب ممكن نسال سؤال، ليه الوان فاتحه محايده؟ ليه شبابيك كبيره؟
ليه عندنا الخامات اللي بتلمع؟ علشان كان النيو كلاسيك معتمد على المساحة السالبة ان هي تظهر جمال العناصر بتاعته. احنا علشان نقول على حاجة ان فيها تفاصيل، معنى كده ان احنا عندنا اجزاء صغيرة في مقارنة مع الاجزاء الكبيرة. النسبة دي كده كده هنشرحها بالتفصيل، لكن كتوضيح للفكرة، انا علشان احط تفاصيل في البانو انا محتاجة التفاصيل دي في حجمها والتكرار استخدامها مقارنة بالبانو تكون اقل كتير. ده بيخليني اروح ان انا محتاجة مساحة اوسع، محتاجة مساحة اوسع، يعني انا هستغل الاضاءة ان هي تديني مساحة اوسع. طيب ازاي اوسع؟ ازاي ادي ايحاء ان الاضاءة عندي، ان المساحة عندي اوسع؟ ان انا كمان هستخدم الوان فاتحة، هستخدم عناصر فيها خامات بتلمع زي الارضيات الرخام، زي الخزف، زي العناصر المذهبة. تمام، احنا هنا حطينا زي نموذج على سبيل المثال وليس الحصر للألوان المميزة لكل طراز. طبعا يغلب عليها الألوان المحايدة، لكن زي ما قلنا ده مش هو النمط السائد، لأن احنا ممكن نستخدم ألوان متباينة وممكن نستخدم ألوان محايدة وبعدين نكسر بلون تاني متباين جدا مع الألوان دي إن هو يخدم التصميم بشكل ما. تمام، باشمهندسة إنجي. حقيقي زي ما باشمهندسة أسماء قالت، إحنا ممكن مش بس نستخدم الألوان المحايدة البيزك العادية اللي إحنا متعودين عليها، البيجات والأوف وايت، لا إحنا ممكن نكسر فعلا الألوان دي بلون من ألوان الطبيعة. يعني أنا الجزء بتاع الكلاسيكي الأوروبي لما بندخل ألوان الطبيعة ده كان من الطابع الأساسي عندهم، يعني هنا دخلوا الألوان اللون الزيتي واللون اللي هو الزيتوني، كانوا بيدخلوه من ضمن التصميم عندهم. هنا دلوقتي احنا ممكن نستغله في الحاجات المودرن عندنا، يعني ده مش كلاسيكي بحت، لا ده جزء نيو كلاسيك. احنا ممكن نكون حاطين اللون ده يكسر الجزء بتاع المونوكروم اللي احنا بنبقى شايفينه دايما، او الجزء اللي هو بتاعت الالوان البيجات اللي احنا بنحطها دايما. ممكن نحط الزيتي، ممكن نحط السماوي، وده كانت من الالوان يعني نشوف السلايد اللي قبلها، دي كانت من الالوان السائده عندهم في الطراز الكلاسيكي الاوروبي. كانوا دايما بيحطوا اللي هو الوان الطبيعه، زي الالوان بتاعت السماء، الالوان الزرقاء، الالوان الخضراء بتاعت الطبيعه، فدي كانت دايما من الالوان السائده عندهم. ودي من الامثله اللي بتوضح لنا ازاي احنا ممكن نخلي الحاجه الكلاسيك او ممكن ندخلها عندنا في المودرن من غير ما تخنقنا، من غير ما تقيدنا بحته الالوان والتفاصيل العاديه جدا اللي احنا عارفينها. لا احنا ممكن نحط الوان تكسر الجزء ده زي ما احنا شايفين هنا في الجزء السماوي ده والجزء الزيتي ده. طيب اللي بعده يا اسماء. طيب بعد كده هنبدأ نتعرف على الخامات اللي بنستخدمها في كل طراز من دول. عندنا الطراز الكلاسيكي الأوروبي كان بيستخدموا الرخام، والرخام ده مش بس كانوا بيستخدموه في الحوائط والحاجات دي، لا كانوا بيستخدموه كمان في الجزء بتاع البانوهات. ده هنتعرف بعد كده ان البانوهات دي في منها انواع كتير قوي غير الفيوتك، اللي الناس كلها تعرف ان البانوهات بتتكون من الفيوتك بس، لا هي في منها اخشاب، في منها رخام، في منها انواع كتير قوي هنتعمق فيها ان شاء الله. وفي عندنا برضو من الحاجات اللي بيستخدموها الحجر الطبيعي والجرانيت، كانوا بيستخدموها في الواجهات الكلاسيكيه عندهم. بعد كده بيستخدموا اللي بعده يا اسماء. بعد كده بيستخدموا كمان الخشب الطبيعي، كانوا بيستخدموا خشب البلدوط في الاساس بتاعهم في الارضيات، كانوا بيستخدموه عشان يدي جزء من الدفء وان هم يربطوا بين الطبيعه والتصميم الداخلي في نفس الوقت. كانوا بيستخدموا برضو الزجاج الملون، كانوا بيستخدموه مش بس في النوافذ، كانوا بيستخدموه في الابواب كمان زي ما واضح هنا. الالوان الزاهيه الجميله اللي بيستخدموها كانت جميله جدا، النسب اللي هم مستخدمينها كل حاجه. اللي بعده. بعد كده هنا عندنا وحدات الإضاءة اللي كانوا بيستخدموها، حتى وحدات الإضاءة كانوا بيدخلوا فيها جزء من الألوان الطبيعية، يعني بيدخلوا فيها الجزء السماوي اللي واضح هنا واللي واضح هنا مع الزخارف البسيطة بتاعتهم. وطبعا طبعا اللون السائد اللي عندهم اللون الجولد دايما كانوا بيستخدموه، فحتى في وحدات الإضاءة كانوا بيستخدموا برضو جزء من الألوان بتاعة الطبيعة.
تمام، هنتكلم عن الخامات بتاعة النيو كلاسيك. زي ما قلنا، النيو كلاسيك اعتمد بشكل كبير قوي على الكواليتي، اعتمد بشكل كبير على الجودة، كان بيستخدم خامات كتير، لكن الفكرة في الخامات ان هي تبقى خامات ذات جودة عالية جدا. كمان في نقطة كنت هقولها في الأول، ان ايه ساعد ان اصلا النيو كلاسيك يظهر وينتشر؟ هو ظهر قلنا رد فعل لتروس تانية. طيب ايه اللي هو ساعد وينتشر؟ ان ساعتها كان في جزء من الثورة الصناعية، ظهر حاجة اسمها جاكارد لوم. جاكارد لوم ده كان الأول ورق الحائط جزء لا يتجزأ من التصميمات عموما بالنقوش المختلفة بتاعة كل طراز، لكن كان ورق الحائط احنا كنا بنعمله يدويا، كان بيتم رسمه يدويا. فأولا كان غالي جدا، مقتصر على طبقات معينة، وفي نفس الوقت ما كانش الفرايتي أو التنوع اللي احنا نقدر نخلق بيه تصميمات جديدة ونخلي طراز ينمو بسرعة أو ينتشر بسرعة. جاكارد لوم هو نوع من أنواع ميكانة المنسوجات، ممكن نسيرش عليه. ده كان أول طريقة في التاريخ إن احنا نعمل ورق الحائط بطريقة ميكانيكية أو بطريقة صناعية. طبعا ده خلاه أرخص كتير، خلى إن التصميمات متنوعة، وفي نفس الوقت خلاه في متناول يعني أغلب الناس، مش بس مقتصر على طبقة معينة، وفي نفس الوقت حافظ على الكواليتي اللي طالبها الطراز النيو كلاسيك. فاول حاجه احنا قلنا الاقمشه ذات الجوده العاليه من مخمل كتان وحرير وغيره، الارضيات الخشبيه والرخاميه، والعناصر ذات الخامات اللامعه زي العناصر الذهبيه والخزف والزجاج والمرايا. كانت المرايا جزء لا يتجزأ من ولا زالت من النيو كلاسيك، لان هي بتدي اتساع للمكان. زي ما قلنا احنا معتمدين على المساحه عشان تظهر لنا التفاصيل من غير ما تحسسنا بزحمة في المكان. المرايات بتدينا توزيع كويس للإضاءة، وفي نفس الوقت بتدينا اتساع للمكان. تمام، دي نماذج من الديكورات أو العناصر المكملة للتصميم. كل عنصر في النيو كلاسيك كان بيدل على حاجة معينة، زي البجعة كانت بتدل على الرقي، دي اتاخدت أصلا من الكلاسيكية القديمة. الهاسك هنا هو الجزء الداير ده، أو النبتة نفسها كانوا بيستخدموها بشكل كبير جدا، كانت بتدل على النماء والرخاء، وفي نفس الوقت ما كانش تكرارها عشوائي، لا هو كانت بتتكرر إن هي بتبدأ النبتة نفسها بتبدأ كبير وبعدين تلف على قليل على أصغر، سوري تلف على أصغر، فده كان بيدينا يعني تنوع وحركة في التصميم من غير برضو ما يزحمنا. هنا ده بيبين الأجزاء المذهبة من التصميم، وفي نفس الوقت قد ايه هي كانت لامعة. طيب باشمهندسة انجي، كررت كلمة كتير، أنا حابب بس هضيف حاجة بسيطة. إحنا إن شاء الله اتفضل يا بإذن الله باشمهندس. كل الناس اللي حاضرين معانا النهاردة، إحنا نكمل بكرة الجزء الثاني من بداية النسب الذهبية، لأنها هتبقى مرتبطة بالملفات العمل اللي هنطرحها فيها بكرة. وفي ملفات عمل هنطبقها مع بعض بكرة، أقول لكم الملف هنبدأ نطبق. طبعًا إحنا أول محاضرة وثاني محاضرة صور من التصميم وجزء نظري، عشان لما حضراتكم تبداوا تفكروا في الديزاين او تفكروا في النسب بتاعه التصميم يبقى عندكم تنوع في الخامات. وبكره ان شاء الله يعني المفروض ان احنا طبعا البرزنتيشن اللي على الظهر النهارده في اسماء الطرد والفرق ما بين الطراز والطراز، بكره هنشرح بقى الخامات اللي هي الحديثه، الخامات اللي هي الحديثه اللي احنا بنستخدمها في العصر الحالي، زي مثلا تجاريد الخشب، زي تجاريد المرايات اللي هي تبقى مربط ما بين المودرن والنيو كلاسيك. ودي هنعرفها ان شاء الله من خلال الفيديو التنفيذي هنعرضها بكره لحضراتكم ان شاء الله. فهستاذنكم بس بكره، يا ريت بس نبقى قبل الميعاد ب 10 دقائق، وهنحاول نحل مشكله العدد ان شاء الله. حابب بس ان انا افتح لحضراتكم الشير او اوريكم بس مقتطفات سريعه الشكل الملفات العمل اللي هنشتغل عليها ان شاء الله. تمام، دي واحده كده هفتح لحضراتكم الشير. الشير كده ظهر قدام حضراتكم كده، تمام، ممكن تكتبوا رقم واحد بس بعد. تمام يا باشمهندس. طيب الملفات اللي قدام حضراتكم ده مرتبط بالشركات الموجوده في السوق، ده اللي احنا هنتعلمه ان شاء الله في خلال فتره الورشه. لازم واحنا بنفكر في التصميم ابقى عارف ايه الشركات المتوفره سواء داخل مصر او خارج مصر في المتخصصين في الكلاسيك. يعني الصور اللي قدام حضراتكم ده دي تصميمات شركات،
في بعض الشركات بتنزل الكتالوج الموديل بتاعهم بالملف الاوتوكاد علشان نستخدم الكود الخامه سواء في الديزاين الابواب او البانوهات او الورق الحائط او غيره. الحاجات دي اللي احنا هنتعلمها في الورقه، ما ينفعش ان احنا واحد بنعمل ديزاين للاسف يعني بعتذر ان انا اقول الجزئيه دي، 80% من التصميمات اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا كوبي من بعض من المشاهد الجاهزه، وللاسف النسب الكلاسيك اللي بتبقى موجوده في الموديل المشاهد الجاهزه بتبقى مش مظبوطه، لان اللي بيعمل التصميم او اللي بيجيب مثلا الداتا مش عارف اصل الداتا دي جايه منين. دايما النهارده عرضنا على حضراتكم الطرق التحديثات اتعملت ازاي، لازم واحنا بنفكر في الديزاين نرجع للمصدر الداتا اللي هي من الطرق اللي هي موجوده في العصور السابقه، تمام؟ ودي اللي احنا هنتعلمها في خلال فتره الوقت، بس هنعملها باسلوب معاصر. دي من ضمن الفايلات اللي احنا هنعرضها ان شاء الله بكره، يعني مثلا تصميم دايبات كده مثلا زي ما حضراتكم شايفين، دي شركات هي بتنتج الخامات دي بتبقى ليها كود، يفضل ان احنا يبقى عندنا داتا خامات شركات سواء داخل مصر او خارج مصر، نبعد عن فكره ان احنا ننفذ الحاجه في الورشه او في المصنع، لان سرعه التنفيذ في الموقع مهم، اقلل من المشاكل اللي ممكن تحصل ما بينه وما بين العميل. العميل يبقى يقدر يشوف الاوبشن او الاقتراح على ارض الواقع سواء في المعرض او من الكتالوجات بتاعت الخامات، تمام؟ دي برضو حاجات كلاسيك، ده قريب من الصور اللي عرضوها المحاضرين معانا النهارده، بس معمول باسلوب معاصر شويه، تفاصيل بسيطه. ممكن نستخدم الافكار دي مجرد من صوره واحده نطلع منها 100 فكره. زي ما حضراتكم شايفين ده كل ده نماذج تقسيم البانوهات بنجيبها من المراجع اللي هي الطرد اللي احنا عرضناها لحضراتكم من حضرتك. تمام؟ الفايلات دي طبعا هتتبعت لحضراتكم في نهايه الورشه، كل الناس اللي اتزمت معانا في الحضور والمتابعه وعملت التطبيق العملي لحد التعديلات المتابعه، الملفات دي هتوصل للناس الملتزمين معانا، تمام؟ انا حبيت بس اوريكم بس ان احنا مش بنعتمد بس على الصور، لا لازم يبقى عندكم داتا، انتوا اللي عاملين التصميمات ده بكذا فكره، مش شرط ان انا استخدمها في المشروع، ممكن تحتاجوها في مشاريع ثانيه. النسب مثلا اللي هي بتاعه الدفايه بالبانوهات دي برضو متاخده من التصميمات اللي عرضوها المحاضرين النهارده، تمام؟ انا مش هطول على حضراتكم، حبيت بس ان انا اوريكم بس ان المحاضره اللي بكره فيها مفاجاه اكتر من النهارده، وكل ما تحضروا المحاضره لحد اخر يوم في الورقه ان شاء الله في تفاصيل زياده، وفي مفاجاه هتعرفوها ان شاء الله بكره، يعني يمكن في حاجات فيديوهات هنعرضها، حاجات بانوراما هنعرضها، سواء طرق تنفيذ او ازاي ان احنا نستلم الافكار باسلوب المعاصر بجانب الصور اللي احنا هنستعين بيها في التصميمات ان شاء الله، تمام؟ هستاذنكم بس ممكن لو حضراتكم بالنسبه للمحاضرين عندهم اي استفسار عايزين تسالوا سؤال للناس اللي حاضرين معانا النهارده، او هم عندهم اسئله نرد على الاسئله ان شاء الله في خلال فتره ال 10 دقائق ان شاء الله. طيب اتفضلوا يا باشمهندسين، لو حد عنده أي سؤال احنا معاكم. انا بس هستاذنكم بس قبل ما نقدر نرد على اسئله، انا حابب بس معانا الدكتوره داليا فؤاد، طبعا انا من ضمن التلاميذ الدكتوره داليا فؤاد في فتره الدراسه، فحابب ان هي ممكن تشاركنا بس بالمايك، بس لو حضرتك مثلا تقول مثلا ايه النصيحه اللي ممكن هم يستفيدوا منها بالنسبه للناس اللي لسه متخرجه او ان هي حابه تخش في مجال التصميم، لو حضرتك موجوده ارجوك. ايوه يا باشمهندس محمد، انا موجوده وسامعه المحاضره من اولها، وبصراحه مبسوطه قوي 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 بالمعلومات اللي اتقالت، مقدمه كويسه قوي قوي للورشه. طبعا انا فخوره بيك، يعني فوق الوصف اكتر مما تتخيل صراحه. وطبعا بكل اللي معاك باشمهندسه انجي من عندنا، فانا طبعا بقدم لها التحيه. النهارده هي اثبتت جداره صراحه. طبعا انا سمعت المحاضره من اولها، المعلومات كلها قيمة وشيقة، وخصوصا الجزء الأخير اللي حضرتك قلته ده بيخلي الواحد إيه متطلع للجزء اللي هتديه بكرة وبعده. وأنا بصراحة كلي أذان صاغية علشان أسمع بالظبط أنتوا بتحققوا ده إزاي. متشكرة جدا على الورشة، وإن شاء الله نشترك معاكم في ورش تانية كتير. شكرا يا باشمهندس محمد. شكرا يا دكتور على المشاركة، وإن شاء الله بإذن الله هيبقى في نتائج كويسة إن شاء الله في خلال فترة الوقت إن شاء الله. اتفضلي يا مهندسة أسماء. طيب كنت بقول يا باشمهندسين، لو في أي سؤال عندكم، أو لو حد اشتغل قبل كده تصميمات كلاسيك، أو شاف تصميمات كلاسيك ليه عليها كومنت، أو قابلته مشكلة في النسب، قابلته مشكلة في الترز نفسها، أو أصلا كان عنده تساؤل إحنا ليه عندنا ترز، أو ليه عندنا
او كلاسيك ومودرن هستأذنك والكلام ده كله. يعني معلش هستأذنك بس دكتورة أسنان، أنا ما خدتش بالي من الاسم، دكتورة أسنان موجودة معانا على الزوم، فحابب بس إن هي تسألتنا برضه. دكتورة أسنان حضرتك لو موجودة ممكن تفضلي. السلام عليكم، عاملين ايه؟ رمضان كريم، يا رب جميعا تكونوا بخير. طبعا وحشتوني اكيد، وبتمنى لكم التوفيق في الورشة المجانية، وبتمنى لكل المشاركين الالتزام عشان يستفيدوا الاستفادة المرجوة، طبعا عشان يعملوا ملفات زي اللي حضرتك بتعملها يا باشمهندس، لازم يطبقوا معاك ولازم يغلطوا علشان يعرفوا الصح ايه. بتمنى لكم التوفيق من كل قلبي. طبعا انا حابه التطور اللي حاصل، بحيي انجي وبحيي الباشمهندسين وبحيي كل القائمين على الايفنت، وبتمنى لكم التوفيق من كل قلبي، وانا موجوده معاكم بكره وبعده ان شاء الله باذن الله موفقين. عندي طلبه كتير متحمسين، بس احنا عندنا امتحانات الميد ترم الاسبوع ده، فبقوا ما بين نارين، نلتزم ولا نمتحن. فقلت لهم يا جماعه اللي قادر يشترك، ومش هي مش هيندم خالص، لان الورشه بتاعت باشمهندس محمد الكاشف دائما بتكون قيمه وفيها اضافات جديده في المهارات والمعلومات، ممكن تكون حضرتك ما بتسمعها في الاكاديميه بس بشكل تقليدي، لكن بتسمعها مع باشمهندس محمد الكاشف بشكل عملي ومهني اوريدي موجود على ارض الواقع. بحييك وبتمنى لك التوفيق من كل قلبي، وان شاء الله باذن الله موفقين، واحنا معاك وموجودين وحاضرين معاك احنا وطلابنا باذن الله، علشان نستفيد جميعا من الخدمه المجانيه اللي انت بتقدمها دي. ربنا يجازيك عنا كل خير، وان شاء الله باذن الله اشوف تطبيقات الشباب يعني بالجوده اللي بتمناها دايما لما بيدخلوا معاك الورشه. شكرا جزيلا يا باشمهندس، كل سنه وحضراتكم بخير. شكرا يا دكتور عبد الفركه، وان شاء الله في انتظار حضرتك في خلال المحاضرات اللي جايه ان شاء الله. من ورانا يا باشا دكتورة أفنان، أنا ضحى، وإن شاء الله ما فيش أي حاجة هتفوتهم، يعني طبعا تركيزهم في امتحاناتهم أهم بكتير، وإن شاء الله أي حد هيفوت أي جزء من المحاضرة إحنا هنرفعه لهم على اليوتيوب عشان يقدروا يستفادوا منه خلال الأجازة بتاعة العيد إن شاء الله، ونشوف تطبيقاتهم كلهم. طيب ممكن هنرد على كل الأسئلة، اللي عنده استفسار هيكتب بس رقم واحد وهنرد من خلال المايك بعد إذنكم. احنا هيكون معانا 10 دقايق ان شاء الله للاستفسارات، اخر 10 دقايق في الزوم، عشان نراعي فرق التوقيت بيننا وبين الدول العربية، علشان طبعا وقت التهجد، فأي حد عنده استفسار ممكن يبتدي يكتب على الشات ويفتح المايك. باشمهندسة أمل إبراهيم ممكن تفضلي المايك، تسألي السؤال في المايك مفيش مشكلة. طيب اللي عنده استفسار هيكتب رقم واحد ويسألنا بالمايك بس عشان نختصر وقت الكتابة، عشان وقت الجيم بس بعد كده. واللي عنده باشمهندسة أسئلة أمال إبراهيم كانت بتسأل على خصوص ماكينة المنسوجات، هي اسمها جاكارد لوم، هكتب لكم اسمها في الشات الجماعي علشان تبقى واضحة لكل الناس. تمام، هل الشغل مقصور على الاوتوكاد ولا ممكن اشتغله ارتكاد مثلا؟ باشمهندسه دعاء السيد، بص باشمهندسه للتوضيح ان المحتوى الواسع اللي احنا بنقدمه سواء في الورشه رمضان او ورش الرسومات التنفيذيه، المعلومات اللي انت بتحصليها تقدري تطبقيها على اي برنامج، لان احنا بنعتمد اكثر على التنفيذي، مش ان هو بنتعلم برنامج معين بس احنا بنطبقه على برنامج الاوتوكاد، لان هو برنامج ده مجرد بس ان انت بتطبقه بتطبيق عملي 2D، وتقدري بعد كده تستخدميه على اي برامج بطريقه مناسبه بالنسبه. تمام، عشان كده بنأكد لحضراتكم ان التطبيقات تقدروا تطبقوها على اي برنامج، بس المعلومات اللي بتاخدوها من الورشه تقدروا توظفوها على اي برنامج هتشتغل عليه. بالنسبه ممكن نرفع خطوات عمل السقف الخاصه بالمحاضره اللي فاتت بس عندك سلمى. طيب حضرتك هتتواصل مع استاذه دوحه ابراهيم وهتبعت لك الملف العمل البي دي اف اللي كانت عاملاه باشمهندس حنين، الاخطاء اللي موجوده في التطبيق تقدروا تطبقوها والتسليم عندكم لحد اخر يوم في الورشه ان شاء الله. تمام، طيب انا شايف بس لو تمام يا باشمهندسين اكتبوا رقم 10، حابب بس ان انا اعرف من حضراتكم نسبه الاستفاده من المحاضره النهارده او المحاضره كام في الميه، وبكره ان شاء الله لو عندكم اي اسئله هنفتح لحضراتكم الجروب الواتساب
خدمه العملاء تفتح لكم الجروب، تكتبوا كل الاسئله اللي حابين نتكلم فيها بكره بعد ما تخلص المحاضره الثانيه ان شاء الله. باشمهندسة مروة، ممكن عند الشرح جزء معين يكون مؤثر الماوس بلون مختلف ومميز حتى ينتبه اكثر. اوكي مفيش مشكله يا باشمهندسة، ممكن ناخدها في الملاحظات بالنسبه للمحاضرات اللي جايه ان شاء الله، مفيش مشكله. انا حابه بس اقول طبعا حاجه تشرفنا جدا ان نسبه الاستفاده في كل الكومنتس 10، رغم ان المحاضره النهارده كانت نظريه بس، لكن الصراحه المحاضرين بذلوا مجهود كبير جدا علشان يخلوا ايفن الجزء النظري يكون ممتع ومشوق ليكم وما يكونش ممل، وفعلا تاخدوا منه اكبر استفاده. فحقيقي بنشكركم جدا ان المجهود اللي المحاضرين بذلوه قدر ان هو يوصل لكم بشكل صحيح. طيب بعد قدامنا إذن بس باشمهندس ثلاث، محمد، في كذا حد سأل على البرزنتيشن. إحنا ممكن نعمل حاجتين، يعمل البرزنتيشن يبقى مكافأة للناس اللي هتلتزم في التطبيق، يا إما بعد ما نخلص النظري نحطه على الجروب للناس كلها ويدعوا لنا بقى. والله فكرة كويسة يا فندم، يعني برضو حل محل ممكن نعمله إن شاء الله، بس خلينا نتناقش في النقطة دي لأن إحنا عندنا مشكلة في موضوع إن إحنا لما بندفع الداتا محدش بيحضر، بيبقى معتمدين على إن هي مسجلة، فإحنا حابين الفكرة دي نخليها كل اللي هيحضر معانا لحد آخر الورقة ويطبق الداتا كلها هياخد منها نسخة على على الإيميل أو على جوجل درايف من خلال كلمة العمل إن شاء الله. إن شاء الله يا باشمهندس. متهيألي فعلا ده حل عادل، يعني ما يزعلش أي حد. طيب بالنسبه باشمهندس محمود يوسف، هل الاساس يدخل في نفس القواعد الطراز؟ دي هنتكلم فيها بكره يا باشمهندس. باشمهندس محمود هنتكلم ازاي نربط التصميم الاساس، مش شرط الطراز الكلاسيك او النيو كلاسيك يبقى مرتبط بالبنوهات، ممكن الفراغ يكون مجرد بس مساحه لون، والعب ببعض قطع الاساس بموتيفات بسيطه تديني نفس الاحساس بتاعت النيو كلاسيك، وده اللي هنتكلم فيه بكره من خلال نماذج اساس وفيديوهات مسجلة لطرق تنفيذ هتقدر تشوفها بكرة في المحاضرة الثانية إن شاء الله. تمام؟ طيب أنا بشكر كل الناس اللي حضرت معانا النهاردة، وفي انتظاركم إن شاء الله بكرة المحاضرة الثانية، يا ريت بس نبدأ قبل ميعادنا بربع ساعة لأن اليوم بس فاضل دقيقتين، ولو عندكم أي كومنت أو أي استفسار هنفتح لكم الواتساب لحد بعد 3 الفجر، وهنجمع كل الأسئلة ونرد عليها بكرة إن شاء الله. طبعا بشكر باشمهندسه انجي، باشمهندسه اسماء، باشمهندسه ايمان على البرزنتيشن اللي حضرتك مع بعضكم النهارده والمجهود اللي بذلته في خلال فتره تسجيل الورقه، وان شاء الله باذن الله نلاقي النتائج كويسه من المتدربين ان شاء الله. شكرا ليك يا باشمهندس، شكرا لأستاذة ضحى طبعا. يعني شكرا يا باشمهندس جدا، وحابة أشكر الدكتور داليا جدا جدا على كلامها. حقيقة أنا بتعلم من حضرتك كتير قوي، وأنا مبسوطة جدا إن حضرتك كنت بتسمعيني النهاردة بجد. وشكرا للدكتور أفنان برضو جدا على كلامها. حقيقة شكرا ليكم وعلى دعمكم ليا دايما. شكرا لحضرتك يا باشمهندس والأستاذة ضحى. احنا الحقيقة احنا كمان استفدنا جدا من البرزنتيشن، من المعلومات اللي جمعناها وكانت مفيدة جدا طبعا بالنسبة لنا. شاكرين جدا لحضرتك. شكرا لحضراتكم، ونكمل بكرة إن شاء الله.